نضمن السفاره المغربيه ببلجيكا بمقر النادي الملكي غولوا ندوة اثرها البروفيسور محمد لوليشكي مساء يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بعنوان تسويه النزاع الاقليمي حول الصحراء اية افاق بالنسبه للعلاقات الاورو افريقيه. وقام بتنشيط هذه الندوه السيد طارق اللعبي. الندوة حضرها شخصيات وازنة من سفراء ودبلوماسيين للعديد من الدول ببلجيكا، بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات السياسية. لوليشكي في المحاضرة ديالو ركز على المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي لهذا الخلاف، الشيء اللي زكاه العديد من المتداخلين. وهذه المبادرة اللي دارتها السفارة المغربية ثمنوها مجموعة كبيرة من الحاضرين. هذه المحاضرة كانت مناسبة باش نتحدثوا على تاريخ هذا المشكل المفتعل وكذلك التطورات ديالو، وخاصة المجهودات اللي تيبذل المغرب من جهة من أجل تنمية أقاليم الجنوبية، ومن جهة ثانية من أجل إيجاد واحد الحل سياسي عادل وواقعي ودائم. وخاصة الحضور كان حضور مهم، عدد من الدبلوماسيين وعدد من الفاعلين البلجيكيين وأيضا كفاءات متنوعة من مغاربة بلجيكا. وهذه المناسبة كذلك باش يتسلحوا هما بالمعرفة الضرورية وبالأدوات اللي غادي تمكنهم الدفاع على هذه القضية أمام الآخرين. من خلال هذه المقابلة لمست واحد التجاوب كبير من طرف إخواني المغاربة، ومدى تعلقهم بوطنهم وبملكهم، ومدى افتخارهم على أنهم ينتمون إلى بلد مستقر، إلى بلد يحاول التقدم نحو الديمقراطية، وإلى بلد يحاول أن يعمل لاستقرار دول المغرب العربي. ولا أدل على ذلك من المبادرة الملكية في آخر خطاب بمناسبة المسيرة الخضراء اللي اقترح فيها جلالة الملك على الإخوان الجزائريين على إنشاء واحد الآلية مشتركة لتناول جميع الأمور العالقة ما بين البلدين، ولنحاول على أن نبني جميعا مستقبلا مغاربيا للأجيال الحاضرة والقادمة إن شاء الله. شكرا، هذه التفاتة كريمة من طرف السفارة المغربية اللي فتحتنا الأبواب لمناقشة بعض القضايا اللي كتخص المغاربة القاطنين بالخارج، لأن عندهم علاقة وطيدة بلادهم. وكانت المحاضرة والعرض قيم للأستاذ لوليشي بحكم تجربته كسفير، تجربته كمستشار كان في الأمم المتحدة، وفتح العرض دياله كان قيم، فتح المجال للمناقشة والحضور الكريم الحمد لله طرف سفراء بعض الدول وأساتذة جامعيين أعطى واحد الإضافة لهذا اللقاء وأعطاه واحد المتانة، ونتمنوا تكرر هذه العمليات إن شاء الله. المناسبة هي أغلى مناسبة على المغاربة، أنه مناسبة ديال ذكرى ديال المسيرة الخضراء، ومن بعد جاي عيد الاستقلال، وهي هاد الذكريات هما اللي رد فيهم المغرب والمغاربة ردوا فيهم الكرامة ديالهم وردوا الأراضي ديالهم. فيما يخص القضية ديال الصحراء وما كيروش في قضية الصحراء، أنا بالنسبة لي بكل صراحة احنا في أرضنا، المغاربة في أرضهم والصحراء في أرض المغاربة مع المغرب. إذن وعندنا كما قلت للسيد السفير عندنا ما يزيد على 85% من السكان الصحراء معنا. أولا باش نتفاوضوا مع هاد الناس ديال تندو خصنا نعرفوهم شكون هما. الحمد لله المحاضرة جازت في المستوى، واستفدوا منا الإخوان الجالية المغربية اللي كانوا هنايا الحمد لله حاضرين، وإن شاء الله دائما نطلب الله سبحانه وتعالى يكون هذا الجمعة إذا باش يجمعوا الجالية ويكون واحد تواصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم إن شاء الله. De toutes les façons c'est quelque chose اللي كاع المواطن المغربي كيبغي يحضر ليها ويبغي يسمع ليها. كانوا اسئله متنوعه وكانت اجوبه اللي كانت assez claire pour moi.
اللي كيكون واحد المبادرات من جهتهم هكا وكتكون اون انفيتاسيون اوبليجي اي مغربي اللي غادي تكون عنده واحد الروح ديال 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 الوطن غادي يجي وغادي يلبي هذيك الدعوه وسيتي اونريشيسون توكا. قبل ما تخرج ما تنساش دير لايك الى عجبك الفيديو ولا بغيتي تبقى توصل بالروبورتاجات حول الجاليه المغربيه في الخارج دير اشتراك للقناة مع تفعيل الجرس mr24.com بوابة مغاربة العالم.